المحاولة من الطرف الأيسر حسين علي، ينتقل فيها حسين علي للهجوم، حسين يحافظ على كرته، يضغطون عليه، طارق حامد سقوط، وطارق حامد يحصل على مخالفة، ركلة حرة مباشرة على حسين علي، ثاني بطاقة صفراء الآن، حسين علي يحصل على بطاقة صفراء جديدة. الحكم يأذن للفريق الطبي المعالج في الاتحاد للدخول إلى أرضية الملعب لإسعاف ومعالجة اللاعب الاتحاد الواقع على أرضية الملعب بعد التدخل من حسين علي الذي يتحضر حكم المباراة لإشار البطاقة الصفراء له في الدخول الماضي باللقطة الماضية. اللعب يتوقف، حسين علي حصل على البطاقة الصفراء في هذا الدخول. حسين علي راح للاعتذار من لاعب الاتحاد على هذا التدخل. الجماهير الاتحادية تريد الاطمئنان على لاعبها الواقع على أرضية الملعب بعد تدخل حسين علي اللي بسببه حصل على البطاقة الصفراء. هل اكتفى بالفعل حكم المباراة الحلو بإشارة البطاقة الصفراء أو في قرار أبعد من ذلك؟ حكم المباراة نعم راح لتقنية الفيديو لأن تقريبا تردد حول قراره، لذلك نشهد أنه يذهب الآن لتقنية الفيديو من أجل التأكد من اللقطة الماضية. هذه كرة حسين العلي، ودخوله مع لاعب الاتحاد. هل يكتفي بالبطاقة الصفراء أو يجد بأنه هذا الدخول يستحق مع أن يعزز العقوبة لحسين علي لاعب الصفاقسي؟ ما هو القرار بالنسبة للحلو بعد العودة لتقنية الفيديو؟ أها خلاص، هنا يلغي البطاقة الصفراء ليشهر البطاقة الحمراء مباشرة لحسين علي، وبالتالي الصفاقسي سيلعب بعشر لاعبين للمرة الثانية في هذه البطولة. بعد المباراة الأولى أحمد عجل خرج بالبطاقة الحمراء من أمام الشرطة العراقي في شوط المباراة الثاني بالدقيقة 62، وعلى ضوء ذلك بعدها تمكن الشرطة العراقي من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ولم يتمكن بعدها من العودة الصفاقسي. الآن لا مجال للعودة عن القرار لأنه حكم المباراة أخذ قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، استعان بتقنية الفيديو ليتأكد بأن حسين علي يستحق عقوبة أكبر من البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية في تدخله مع لاعب الاتحاد، لذلك تراجع عن قرار البطاقة الصفراء وأشهر البطاقة الحمراء. وللمرة الثانية الصفاقسي عليه أن يواجه نفس الأمر وأن يلعب مباراة بعشر محاربين اليوم مع نهايات شوط المباراة الأول. انتهى الموضوع بالنسبة لبطاقة الصفراء. حسين علي لا حاجة لإهدار الوقت، القرار نهائي ولا مجال للتراجع. أنا بالحبيب لا شك بأنه يجد مصاعب كبيرة جدا الآن، كيف سيدير المباراة؟ المباراة لم تكن سهلة بالنسبة للمدرب التونسي في 40 دقيقة، لم تكن سهلة من أمام الاتحاد وهو مكتمل. الآن كيف سيتدبر أمر ما تبقى من هذه المباراة بعشر لاعبين؟ طارق حامد إن شاء الله سليم. شوف الإعادة مرة أخرى، العراق اللي صار في الكرة واللي حسين علي استحق مع بطاقة حمراء، يعني دخول مبالغ فيه بصراحة من حسين علي، لذلك حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء وتراجع عن قراره بالبطاقة الصفراء. الجماهير الاتحادية تطمئن للمباراة إلى أنه الاتحاد في مواجهة 10 لاعبين عنده الفرصة تصبح أكبر لتحقيق الانتصار. الفرص كانت مواتية إلى تحقيق الانتصار في المباراة في أكثر من هجمة، والآن تعزز الفرص بأنه سيلعب مكتمل الصفوف من أمام 10 لاعبين فيما تبقى من زمن شوط المباراة الأول، ومعه 45 دقيقة في الشوط الثاني من المواجهة. إلى الآن لم يستأنف اللعب، أخذنا وقت طويل من أجل إسعاف طارق حامد وإشهار البطاقة الحمراء. هذه واحدة من أبرز
فرص شوط المباراة الأول. عبد الرزاق حمد الله، وعلى الجانب الآخر أيضا كريم بنزيما كانت عنده فرصة رائعة وتسديدة مرت لخارج أرضية الملعب، لكن الفرص اللي أتيحت من أمام الاتحاد لم تستغل ولم تستثمر، وتبقى النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف إلى هذه اللحظة. سلامات إن شاء الله طارق حامد، ألف سلامة ألف سلامة، إصابة كانت صعبة. سلامات والله كابتن طارق. هل يفضل مدرب الاتحاد إراحته فيما تبقى من هذه المباراة؟ أو سيعيد مرة أخرى لإكمال ما تبقى في هذه المواجهة؟ طبعا صعب جدا بالنسبة لنونو سانتو، عنده غياب لكانتي، والآن إصابة تلحق بالمحور الآخر طارق حامد،